كل ما قرب العيد نحاتي كيف بنرد على التهاني ويانا لا تحاتون. دحين بنخبركم كيف تردون على كل عبارة. وان قالوا لك عيدك مبارك أو مبارك عيدكم، رد عليهم عساكم من عوات العيد أو عساكم من عوادة. وتروم بعد تقول علينا وعليكم يتبارك. وإذا قال لي من العايدين والفايزين قليلا من السالمين والغانمين، حد منهم يقول كل عام وانتم بخير عادي وانتم بصحة وسلامة. وإذا صادفت حد وقال عيدكم مبارك وعساكم من عوادة، ردك بيكون كالتالي: يعلى كل سنة وكل حول. الحين بتيك الصعبة. هنيت وبركات العيد. وحد يقول انعمت ببركات العيد. لا ترتبكون، الرد الفنان هو الله يعود عليكم كل سنة وكل حول على فرحة وسلامة، أو الله يهنينا ويهنيكم بالعز والمغفرة. حد من الناس يوم يبي يخص الغاليين يقول تباركت بعيدك وتهنيت بجديدك وتورطت بكثرة التهاني وخفت تضيع في الردود. أسهل شيء إنك تقول نحن وياكم، أو من قال من عوات العيد، من غانمين والسالمين. ومن مواقعنا الثقافية نقولكم عاد عيدكم وعاش حبيبكم.